ميغان رايس هي بنت أمريكية قدرت أنها تبهر العالم كله بسبب كلامها ودعمها لغزة وأهل فلسطين. الفيديوز بتاعت ميغان حققت ملايين المشاهدات وترجمها رواد السوشيال ميديا لأكتر من لغة، وده طبعا لأن كلامها ودعمها للقضية الفلسطينية كان أكتر من رائع. اللي خلى ميغان تبقى محور كلام الناس على السوشيال ميديا أنها تقريبا بقت مخصصة كل وقتها أنها تعرض حقيقة اللي بيحصل في فلسطين وترد على أسئلة الناس اللي مش عارفين الحقيقة. مش بس كده، دي كمان بقت بتعرض فيديوز كتير للمجازر اللي بتحصل في غزة عشان تعرف كل الناس في أمريكا حقيقة كذب الإعلام الأمريكي. والحقيقة أن الموضوع ما وقفش لحد هنا، لأن ميغان قررت أنها ترد على كل الأخبار الكاذبة اللي بتنشرها وسائل الإعلام الأمريكية عن حقيقة الوضع في غزة. I have quite literally seen videos of people who have lost everything, even their children, and they are holding their dead children in their arms and still thanking God. Still asking God to take care of their children from there. Meanwhile, the people who claim to be of faith and are still backing this genocide could never. You're a bunch of lying assholes. You're the same people who love to soak up the book of Job when you're in church. You love hearing that story. You feel so inspired by Job losing everything and still thanking God. Meanwhile, the Palestinians are literally a population of Job's right now.